السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم مصطفى، واليوم ويانا الكبير سلار الكركي. شلونك كركي؟ يا هلا ابو صوف، شلون يا هلا ومية هلا شباب. قبل لا نبدا بالتحدي اليوم، مو بالفيديو، بالتحدي، نريد 100,000 لايك. كل واحد يضغط لايك راح نتحدى، مو راح نتحدى، شنو راح نلعب؟ تحدي من 100 دولار اللي يفوز، يعني الخسران يطل الفايز 100 دولار. شلون نظام اللعبه؟ احكي لهم. يلا يلا راح يطلع لك لون بالنص، بلوك بيدك لازم توقف عليه، اذا مو من توقف راح تخسر ال 100 دولار. من خمس نقاط، من خمس لا ما محسوب، والله ما محسوب. خسرنا اول نقطة. يلا بين ما يلعب الكركي، خلنا نباعلكم عليه هذا الكركي. شباب اللي يفوز ثلاثة من اصل خمسة هو الفايز، الخسران يطلع الفايز 100 دولار. حاليا الكركي واحد، لان انا طلعت يعني على طول، فللكركي نقطة. اذا صار للكركي 3 نقاط بعد خلاص، يعني الكركي فايز واربح ال 100 دولار بالضبط. مع العلم شباب انا هواي احب هاللعبة وهواي العبها، يعني من جانا مصطفى قال لي هذا التحدي قلت له مصطفى راح اوقع. وي بس تفزت علي بالتحدي، لك نقطة هسه. واحد كل يلا واحد صفر واحد صفر يا ورع. ما علينا بالماضي، هذا جيم جديد. انا كنت اسولف واشرح للناس شلون يصير النظام. كنت ما مركز، كنت ما مركز زين. تعال عصير، ما تشرب عصير؟ تعال ورا. وينك؟ ايش تشرب؟ انا عصير 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 عصير. شنو اريد؟ نسكافيه. ماكو عندنا بس البيبسي. مو هذا قدامك؟ هذا كولا. ها كولا وطالعه من عنده كولا. ها صحيح. يلا اعطيني ليمون. يلا هذا الجيم ما رحمك، راح اسوي الخطه السريه. دي شوف راح يطلع اللون البرتقالي. دي شوف الخطه السريه، هذا بكل مكان تجدوني. شنو هي الخطه السريه؟ خطه سريه تخليك يعني تشوف داير ما دايرك. ها F5 يسمونه. ها اي F5. راح توقع تربوني. انا وقع. ها شلونك خالو؟ شنو مو هذا؟ شنو مو هذا؟ ما قلبك اذا فوز انا بشكل الطرق. ما تفوز، هذا الجيم هيك اعطيتك اياه. هذا في كل مكان انت تجدوه. وين كركي؟ خلنا ندور على الكركي. كركي وين ذاك مصطفى؟ شافني ابيض ابيض ابيض، لا كذا بصفر. تعال اخضر مقلب، اخضر غامق. اوكي واحد وقع. وي مصطفى قدامه. اوكي تعال برتقالي. بس ما ادرك بالالوان، شو صوتك طلع برتقالي؟ اتنبه. شوف الناس كلهم بالنص. هلا كلها كلها كل الناس بالنص. يلا اوكي. اخضر اخضر بالزاوية، تعال اخضر غامق. هو كان يمي. اوكي اخذت الباركور، خلاني ما اقدر اقمز. البيكون ترى البيكون اوف والله. انا ايش قلت؟ اخذت الباركور. انت اخذت الباركور، الظاهر سويت عليه باركور. البيكون احمر. اوكي وي ما حد وقع. قوية قوية قوية، منافسة شديدة بين سلار كركي. زين يعني 16 لاعب ليه سوا؟ اوه ما حد وقع والله. قوية محترفين. ها ايش حسبالك بعد؟ قوي. اوكي ايزي. هسه يوقعون، هسه يجينا في مرحلة صعبة ان شاء الله وكلهم اي ما راح تصير الوقت كلش سريع. كلش كلش سريع. كومين. يلا ام ريدي. هسه الوقت اللي هسه 3 ثواني ونص. 3 ثواني ونص هواي. اللي جا وقت تختفي نوعا ما هواي. اوكي. بعدين تخيل تصير ثانية وحدة. شايف السرعة؟ ويلي ويلي، هاي الحظ تعتمد بعد. جدا الحظ. اوكي ام ريدي. وي ما حد يوقع، ما حد يوقع وياه. كلش اول مره ترى اشوف انا. ايه وهذا يرجع قلبك. هاي رجعت لي ورا قلبك. هاي شلون وقع كركي؟ وقع كركي. واحد كل، واحد كل، واحد كل. مصطفى اللي وياك اقوياء، اذا تفوز هاي الجيم لك ال 100 دولار مقدما. والله والله خاش. اذا تفوز هذا الجيم ايدك ال 100 دولار. ماشي موافق موافق. الله شوف مصطفى ايش راح يسوي. اوكي خلصنا من 3 4 تمام.
أربعة أو أربعة ضدك وأنت خامسهم. يلا بالصوف. هذا بكل مكان تجدوني. يلا ما أريده. أوه واو والله كفو. واو بقى واحدة ضدي. خمس واحدة ضدك. لا 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 لا. اوكي واس يس 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 يس. ابو الصوف ينتصر. ابو الصوف ينتصر. هاي مية 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 مية. هاي والله جلادين الويانا. بس قلت لك الجيم الاول حمار. انا ما اتفاهم. يلا تكمل. بس شو هسه هسه المية ما تجيب الجيب. نكمل. اذا تفوز ارجع لك المية. زين اذا تخسر يصير عليك 200. تشاقه يعني انا كنت من موقف انه اربح يجوز. صرت هسه احسن موقف لي انه لا بس هاي انه يرجعني فلوسك اعوض. ايه هاي كيفك يلا شباب نعوض احسن من ما ندفع. فيلا تخلنا قيومه. ها ها هسه 2-0. اذا افوز بالثالث ينتهي التحدي. 2-0 واحد كل. ها ها واحد كل. نسيت نسيت تحمست. يلا ليتس جو. يلا نشوف هذا الجيم. يا بدون الخطه السريه ما نحتاج احنا. بعدين نشغل هالخطه السريه. راح اوقع. شنو تحكي بلفل واحد توقع يا ورع. اوكي لا لا 6 ثواني. احنا اخر شيء قد وصلنا للثانيه لو ما وصلنا؟ لا وصلت ثانيتين ونص. ثانيتين ونص. حداك متوقع. اه دب 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 دب. هاك اصفر هاي انا اقول. اخضر انا واقف عليه اوريدي. اه دب 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 دب. راح اتوقع لك اللون اللي وراه. يلا. اللون اللي وراه هو اصفر. اصفر؟ وين شبيه رحت على اصفر قبل؟ منو هاي؟ ايوه هاي دبدوب صاحبك. دبدوب الازرق ما ادري شنو هاي الخاصيه اللي انفتحت لي. شنو هاي الخاصيه؟ ما ادري كل شيء ما استفاديت. انا فتحتها. صدق؟ ايش طلع لك؟ طلعنا الريشه مال القمزه الثانيه. اه هاي تفيدك دبل جمب. استخدمتها اوريدي. يلا اللي بعده. يلا بالنص بالنص. تعال عارف نستعمل. لا هذا اخذت الباركور. اخذت الباركور قد ما اقدر. اخذت الباركور بعد ما اقدر اقوز. يلا راح بس. اوكي كل مكان هذا. اللي بعده بيكون. لا راح اوقف برتقالي. تعال لك هذا وين؟ لقيته. اوه والله بس بزو. هسه نشغل الخاصية. شغلنا الخاصية. شغلت الهكر؟ لا مو هكر. مساعدة. وسيلة مساعدة هاي. انا ما اعرف العب بالاف 5. لا بالعكس. ترى تشوف الدار مدارك كله. اي وي ما حد وقع. هذا دا يقمز عليهن. يلا. هذا ما احتارف مبين عليه. يب. ويييي اثنين وقعوا. حلو حلو. يلا اخضر اخضر. يلا ام ريدي. ما حد وقع. حلو 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 اقوياء. حلو. منافسه والله شباب منافسه. اوكي لايم اصلا واقف عليه. اوريدي عليه. اوكي مصطفى. يلا من نجيب النقطه. اوه ماي جاد. واحد وقع. واحد وقع. اوكي يلا. والله تغربطت بالالوان. انا والله شو. لا كركي فاز علي. يس يس يا ورع يا ورع. لك خربطت بين البنك والماجنتا. لا اذا فزت بهذا الجيم ارجع لك ال $100. شاقة. اي يلا اطلع برا. اما عندي التحدي اللي بيناتنا انا مقتنع. 2-1 هسه. 2-1. يلا يلا كركي. ايش قد انت هسه؟ ايش قد النتيجه؟
اثنين واحد اثنين واحد. هذا وين هذا اللون؟ اوكي يعني اذا افوز بهذا الجيم يا مصطفى اذا يفوز يعني كركي يفوز هذا وقع اثنين وقعوا. اذا يفوز بهذا الجيم كركي ينتهي التحدي، هو الفايز. اوكي راح توقع انت، لازم اركز. انا بدي هالمقابلك ضبط. وي باع المنوى بده يوقعون. اوكي اوكي اصبر اصبر. ساين كل مكان تجدوني. هذا منو هذا؟ شايف البازون جارفيلد ما ادري شو اسمه هذا؟ نموري. نموري صدق والله نفس لون نموري الحقيقي. وين هذا؟ هنا. اوكي مو الفاتح الغامق. ها بوربل كركي. واو يلا كمون 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 جوزي وراك وراك. من هاي؟ مو هذا مو هذا. هلو هذا شنو؟ مو هذا تريد تغلطنا يعني مثلا؟ اوكي باب المقلب. مقلب مقلب اصبر مقلب. اصبر اصبر الاخضر ابيض. شوف منو هذا؟ بزون لابس نفس شفقتي. هاي واحد هو. اوكي يلا هذا ايزي. هذا الموب ابيض. هذا ابيض الواقف عليه انا اوريدي. حظ حظ شراب اسمه. حظ جيب الباركور. باركود يا شو اسمه؟ بعيد علي يا جان. وهذا هو الانتصار. بعيد علي والله. انا وقعت بس شنو وقعت واني فايز. هسه لو وقعت فايز. يلا مصطفى ال 100 دولار مالتي وين؟ اوكي هسه ما حد يطلب الثاني. يعني خلاص 100% صح لا لا؟ بس حرامات. لا لا انا ربحت ولا انت ربحت. اي اي بعد شنو؟ راح يكتبونا بالتعليقات لعبه نسويها تحدي اللي يفوز بيها ياخذ 300 مو 200، لان 200 مالها ذني وبعد 100 صارن 300. اقترحوا لنا شو تريدون؟ العاب بلوك بارتي، العاب هذني الباقيات مثلا، هذن العاب مال هاي بيكسل، الغميضه اللي يعجبكم، تحدي البناء بكيفكم. كتبوا لنا بالتعليقات. بس تجيبي منافسه حتى يكون الفقراء الاقوى اللي هو انا كالعاده. منو فزت بجيم؟ انت ما فزت، انا فزت. انت فزت لان تحديتك لا اكثر ولا اقل. التحدي مالتك كان صار عندي 100 دولار لا. تمام شباب، التحدي كان كلش حلو، منافسة حلوة صراحة، منافسة قوية فاز بها الكركي. فأتمنى عجبكم هذا الفيديو. إذا عجبكم لا تنسون لايك وتشتركون بالقناة إذا ما مشتركين، وتابعوني على الانستغرام وقناة كركي بالدسكريبشن جوا. وشو طلعنا حب تضيف كلمة أخيرة أضافة للفيديو؟ أريد نوصل 100,000 لايك حتى نسوي لكم الجزء الثاني من هذا التحدي. 100,000 لايك ونسوي الجزء الثاني الحاسم. تمام 100,000 لايك. يلا شباب نشوفكم على خير وباي باي، مع السلامة. السلامة.